مخاوف بعض الفلاحين على خلفية استمرار الحالة الجوية منذ ديسمبر الماضي والتي تميزت بشح الأمطار وارتفاع في درجة الحرارة، الأمر الذي دفع بعض المختصين عن إباء مخاوفهم على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي. فلاحتنا مصدرها الأساسي أنها تعتمد على هي فلاحة مطرية، يعني كل الإنتاج الفلاحي يعتمد على ما تجود به السماء. نقص الأمطار يزيد من التنافس على المياه سواء بين المزارعين أو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، كذلك له تأثير اقتصادي واجتماعي كزيادة البطالة. تقليل الإنتاج الفلاحي قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة خاصة في المناطق الريفية. من جانبه أكد خبير الشؤون المناخية والبيئية الشيخ فرحات أنه لا يمكن تصنيف ظاهرة المناخ ضمن الجفاف في شهر فيفري، مطمئنا بتساقط الأمطار بداية من يوم الجمعة المقبل. الوضعية الجوية اللي راهي تعرفها بلادنا وأيضا المنطقة الغربية تاع البحر الأبيض والمتوسط على بالي حيرت بزاف، خاصة الناس اللي عندهم المهنة تاعهم مترابطة مع المناخ، خاصة الفلاحين. عند الجمعة من الظاهرة، ظاهرة الجمعة هذه راح يكون تغير إن شاء الله. تغير هو انخفاض في الضغط الجوي ابتداء من نهار الغد الخميس، والجمعة إن شاء الله وصول اضطراب الجوي، وهذا بعد الظاهرة إن شاء الله، وتكون أمطار تشمل كل المناطق الشمالية تاع بلادنا، وهذا من أطلس الصحراوي مرورا بالهضاب العليا، المناطق الداخلية وأيضا الولايات الساحلية. هذا الأمطار يوم السبت تولي تلوج على بعض المرتفعات الغربية اللي فوت العلو تاعها تقريب 1200 متر. لا لا، الموسم جفاف مازال ما سيبالا، ما تشي تاع جفاف، نقص الأمطار يا نساك، ما يقول لك يا ستريس يدريك، نقص الأمطار. الحمد لله كما قلنا اليامات اللي فاتوا هذو تاع بداية جانفي كانت فيه بعض الأمطار، مازال فصل الشتاء. تساقط المزيد من الأمطار خلال هذا الفصل من شأنه المساهمة في رفع من إنتاجية الموسم الفلاحي، كما يساعد الفلاحين على التكفل بثروتهم الغذائية والحيوانية.